بخطوة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية وبرئاسة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، زار وفد رياضي قطري بغداد واطلع على المدينة الشبابية والملاعب العراقية، وعقد مؤتمرا مشتركا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم، وبحضور نخبة من رواد الكرة العراقية والرياضيين والإعلاميين. زيارة الوفد القطري برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني إلى العراق، وإن شاء الله عن قريب سيزور باقي الوسائل الاتحادات العربية والخليجية للعراق، لأنه يكون بوابة لرفع الحظر الكلي عن جميع الملاعب العراقية. بطولة الرباعية هو أول فريق هو قطر مشارك في بطولة الرباعية في كربلاء. سعداء بزيارة وفد رفيع قطري إلى بغداد رياضي، هذا يعطي أمل للرياضة العراقية بأنه أشقائه مناسيه، يعني دائما يذكروه، لأن الرياضة العراقية لها حقوق على الدول العربية وأيضا خاصة الدول الخليجية. رئيس الاتحاد القطري حمد بن خليفة أكد دعم اتحاده لملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية في الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي، كما أضاف أن المنتخب القطري سيكون أول الحاضرين في العراق للمشاركة في البطولة الرباعية التي من المقرر إقامتها شهر آذار المقبل، كما أكد أن هذه الزيارة تركت انطباعا إيجابيا لدى الاتحاد القطري. الزيارة الأولى لبغداد، لكن زرت العراق قبل، لله الحمد. يعني الزيارة الانطباع جدا جيد، الأجواء تساعد على إن شاء الله على رفع الحظر. احنا في قطر كنا نتمنى نلعب مباراة ودية اليوم مع الاتحاد مع المنتخب العراقي في ملعب الشعب، ولكن ان شاء الله قريبا راح نحاول ان احنا نلعب في بغداد، راح نلعب اكيد ان شاء الله في كربلاء الشهر القادم، لكن نتمنى نلعب في بغداد قريبا ان شاء الله. زياره مهمه بالنسبه لنا، مثل ما تكلموا الاخوان سعاده الشيخ حمد رئيس الاتحاد القطري، السيد عبد الخالق رئيس الاتحاد العراقي، ان الاولويه لرفع الحظر عن الملاعب القطريه، وان ترجع الرياضه العراقيه وخاصه كره القدم العراقيه لسابق عهدها، وتكون ان شاء الله متواجده في بطوله كاس العالم، لان هذه البطوله تمثلنا كلنا. زياره قطريه تاريخيه الى بغداد، واجتماعات مع القطاعات الرياضيه، واستعراض جمله من الامور جاءت ضمن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على جميع الصعد واهمها الجانب الرياضي. لقناة سمراء الفضائية علي الحسني، بغداد.